33 شاطئ اللي يكون مفتوح ان شاء الله خلال هذا الموسم. كل هذه الشواطئ مدعمه ومجهزه بكل الوسائل الترفيهيه الضروريه وبكل الامكانيات كاناره عموميه، شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، بلديات الشاطئية والمعنية بموسم الاصطياف انطلقت في عملية تحضير بصفة عادية لموسم الاصطياف الحالي بما فيها تنظيف الشواطئ، تهيئة وتحضير المقرات الخاصة باستقبال أعوان الحماية المدنية ومصالح الأمن.